السلام عليكم. اليوم سنعرض عليكم 5 مزلاجات مجنونة حول العالم. رقم 5، رائد الفضاء. توجد في أوكلاند في فينيس في إيطاليا، كل مركبة تنقل 4 أشخاص، وهي تسبب الذعر لدى العديد من ركابها، حيث إنها تنقلهم بسرعة 100 كيلومتر بالساعة. لذا إن كنت من عشاق المزلاجات، فمن المؤكد أن ذلك الشلال سيعجبك. أربعة، بريجر بات الموجودة في سويسرلاند، كما أنها مليئة باللفات، تعد من أطول المزلاجات في أوروبا، كما أنها تجعلك تتحرك مسافة 182 مترا في 28 ثانية فقط. وبالمقارنة بين باقي المزلاجات، فإن هذا الوقت طويل بالنسبة للبقية، كما أن هذا الشلال مبني على جبل، مما يجعلك تتمتع بالمنظر وأنت فيه. ثلاثة، الغوص في المياه العميقة، والموجودة في حديقة ولاية كنتاكي في كنتاكي، كما أن ارتفاعها أكثر من 3 طوابق، وتصل سرعة حركتك فيه إلى 150 كيلومترا بالساعة، ولكنه تم تجديدها حيث إنك يمكن أن تكون الأول في أصدقائك لتجربتها. اثنان، بوينغ 747 الموجود في أورغون، والذي يميزه ليس أنه فريد من نوعه، بل إنه الأسرع. إن كنت تحب المرتفعات، فمن المؤكد أنها ستنال إعجابك، فقد تم تأسيسها من طيارة لم يعد الطيارون يستخدمونها. واحد، الملفوفة والسريعة الموجودة في سيبا في النمسا، وليس يبدو أنها جميلة، بل تجعلك تشعر بالسعادة، حيث إن طولها 75 قدما وارتفاعها 460 قدما، وعلى الرغم من أنها ليست الأسرع، فإنها أطولهم في أوروبا.
شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.